السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق، وننتظر مشاركاتكم مشاهدينا الكرام من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو الرقم المخصص للواتساب واللي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية واللي راح نقرأها إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، تولي الكثير من دول العالم اهتماما استثنائيا بالتعليم لأنه ببساطة من الحقوق الإنسانية الأساسية، ولكي تجعل أيضا من خريجي جامعاتها ومعاهدها هذه الدول أكثر قدرة على التكيف مع المتطلبات والتطورات الجديدة في سوق العمل. طبعا انطلاقا من كون أيضا الشهادة الجامعية تعد الضمان الأكيد للحصول على وظيفة حكومية، فقد سعى الكثير من الطلبة للحصول على هذه الشهادة لأنها بحد ذاتها كافية لتخليص الخريج العراقي من شرك البطالة. وطبعا نظرا أيضا لما يوفره التعليم من فرصة جيدة، هذا بالنسبة للكلام العموم، للعمل ولما يقدمه أيضا من حصيلة علمية ومشروعية تمنح صاحبها حق العمل بتميز وجدارة. في العراق الموضوع مختلف ومعقد شوية، لكن يعني الخريج في العراق يصطدم بعقبات بعد التخرج، وذلك تتمثل العقبات طبعا بانعدام فرص العمل بالرغم من الميزانيات الانفجارية. السبب الرئيس هو انتشار الفساد والمحسوبية والواسطة وبيع المناصب وبيع الوظائف الموجودة في دوائر الدولة، وهذا الموضوع طبعا يأزم من فرصة حصول أو يقلل من فرصة حصول الخريج على عمل. وطبعا لهذا السبب أيضا انطلقت مظاهرة للخريجين التربويين والإداريين أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيين خاصة، ومثل ما ذكرنا التفاصيل ومثل ما ذكرنا الأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة، أن فرص العمل قليلة، البلد أصلا يعاني من ترهل وظيفي في دوائر الدولة الحكومية، قلت الفرص الموجودة في القطاع الخاص بالإضافة إلى ضعف القطاع الخاص بسبب سيطرة جهات معينة على بعض المشاريع وإهمالها لما هو أهم وذا منفعة أكبر بالنسبة للدولة وبالنسبة للشعب. خلونا نشوف من ذي قار ونرجع. الحق طالعين وموش للتخريب، وخريجين كلنا ونعرض احنا العين، وياي الحق طالعين وموش للتخريب، وخريجين كنا ونعرف احنا العين، اليوم الدين ضايد وجه القاع الدين، اليوم الدين ضايد وجه القاع الدين، ويطيب خاطرنا الريده، ويطيب خاطرنا الريده، الشغل مصدر رزقنا والشغل عبدنا، الشغل مصدر رزقنا والشغل عبدنا، ديوان المحافظ هل تحلينا، الشغل مصدر رزقنا والشغل عبنا، وديوان المحافظ هل تحلينا، عندنا احنا مطالب نبي نحكي وياه ونحكيها مقام ردناها، عفي عليكم استثنيت صحبتنا الوزارة، عفية عليكم استثنيت صحبتنا، بس هم عندنا حصة ريد حصتنا، اعداد اعداد اعداد. نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع ثاني، إذ تستمر تظاهرات المهندسين وغيرهم من حملة الشهادات الأخرى قرب مبنى ديوان محافظة البصرة للمطالبة بتوفير فرص عمل في دوائر الدولة الحكومية. خلونا نشوف. مطالبنا هي نطالب باستثناء على 13,000 درجة وظيفية اللي هي تعتبر جزء من اللي أقرها رئيس مجلس الوزراء، 150,000 درجة وظيفية من حصة البصرة أسوة بمحافظة ذي قار، ومتظاهرين ذي قار حصلوا على استثناء، اليوم محافظة البصرة جاي طالب نفس ما طالبوا متظاهرين ذي قار بالاستثناء على 13,000 درجة وظيفية.
حصلتم على وعود سابقه بالتعيين؟ نعم، حصلنا على وعود سابقه من قبل مكتب التشغيل المركزي بمحافظه البصره المتمثل بالاستاذ محمد العبادي، لكن للاسف كل الوعود هي وعود كاذبه عباره عن حبر على ورق، وللاسف شديد يعني منذ اكثر من 6 أشهر لحد الان ما تعين ولا اي شخص ولا اشتغل اي شخص من المهندسين. خلينا نتابع مشاهدينا التعليقات اللي وردت على هذا الموضوع. عندنا تعليق من بهاء يقول: الحقوق تؤخذ ولا تعطى. اليوم خريجين أو خريجين محافظة ذيقار يطالبون بملحق الاستثناء. عندنا تعليق من أمير يقول: لا تتجاهلون شباب البصرة، بس أطلقوا الاستثناء كباقي المحافظات. صلاح يقول: مطلبنا إضافة ملحق الاستثناء. وعندنا أكرم يقول: مطلبنا شمول كافة خريجي ذيقار بالاستثناء، نعم للحقوق كلا للتهميش. ونبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام، ويانا أول متصل السيد أبو محمد من هولندا. تفضل يا أبو محمد، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله حبيت أنا أشارك البرنامج، وأنا قاعد ألاحظ أن خريجي الجامعات نعم في العراق، سواء كان من الهندسة أو الطب أو مدرسين أو يعني كل خريجين المعاهد، نعم، ما في نسبة التعيين إلا قليل جدا، معناها هناك بطالة كثيرة والناس كملوا الدراسة وماكو أي فرصة عمل، ولا يوجد صحيح. شركات يشتغلون بها ولا يوجد أي شيء، فهذا يؤثر على الشعب. نعم. والذنب يحملها الحكومة، لأن يعني الحكومة المفروض إذا ما يعينه كمدرس المفروض هناك شركات يعمل. لا يفتح شركات ولا يفتح باب مشروع لشغل. نعم. ولا فيها شيء، والناس كيف يعيش يعني. الحكومة ما يهتم بتعيين الخريجين نهائيا. الناس اللي عندهم دكاكين الآن هم يعني احنا المشكله ابو محمد هي مو بس انه الحكومه ما تريد تعين. نعم. الحكومه نعم. بدات تعجز عن التعيين. اكو مشكله عندنا باعداد نعم. العاملين في القطاع العام من موظفي الدوله. احنا عندنا اصلا فائض، احنا عندنا نعم. ترهل في المؤسسات. نعم. العراق نعم. مصنف واحد من اكثر دول العالم امتلاكا لموظفين حكوميين، وهذا الكلام كان باعتراف حيدر العبادي في زمنه لما كان رئيس حكومه. طيب. نعم. وبالمقابل أيضا عندك الحكومة سامحة للعمالة الأجنبية بأن تسرح وتمرح في البلد وتحصل على فرصة غيرها، فرصة ابن البلد. هنا المشكلة مركبة ومعقدة، سببها الرئيس الحكومة، لكن كل هذه الأصوات وكل هذه التظاهرات ما حركت عند الحكومة الرغبة الحقيقية بمعالجة هاي الأزمة. ليش؟ والله الحكومة هو يعني يريد إيذاء الشعب، هاي نقطة. نقطة ثانية، أنا مثل ما تفضلت لاحظت في بعض المطارات قاعد سنغالي وقاعد أفريقي وقاعد ناس يعني من نيبال وماخذين شغل جيد، ليش ما ينطوها للعراقي اللي موجود؟ ليش ينطوها يعني يجيبون شغل شركات النفط في يعني البصرة في العراق. شركات النفط نعم في البصرة اللي تدفع بالدولار أقل نعم راتب موجود لعامل نعم في الشركات هاي ألف أجانب. نعم جايبين عمال أجانب وينطوهم للأجانب. نعم. جيد، ليش ما يعطيه للعراقي يعني على مود كشف الأسرار السرقات مالهم؟ يعني هم يسرقون فلوس أم شنهم؟ ليش يعني أنا هاي ملاحظة، مو بس هاي شركات، شركات كثيرة بالمنطقة الشمالية وبالمنطقة يعني بوسط العراق والجنوب. طبعا يمكن أكو سبب، يمكن أكو سبب اللي يخلي أكو حرب على العامل الوطني ويعينون مكان العامل الأجنبي، أنه أكو مافيات موجودة اليوم في العراق. هاي المافيات وظيفتها طبعا استحدثت هاي الوظيفة أنه تجيب اللي يريدون يشتغلون بالعراق تدخلهم إلى هذا البلد تهريب قشق مثل ما يسموه بالمحلي، والنظير مقابل دخولهم إلى العراق وحصولهم على فرصة عمل هو أنه يدفع مبلغ من المال $1,500 أعتقد، من $1,000 إلى $2,000 بهذا الحدود، يدفع كل أجنبي يريد أن يدخل العراق بطريقة غير شرعية من دون أن يحصل على إقامة رسمية في هذا البلد ويعمل بطريقة أيضا غير قانونية. ذولا المافيات الموجودين عندهم العلاقات اللي مسويها،
ديجنون ملايين الدولارات من وراء العمالة الأجنبية اللي غزت السوق العراقي. الحكومة وين؟ وزير العمل اللي التابع للميليشيات والإطار التنسيقي وين؟ ليش مدى يتحركون؟ هناك شيء آخر بالنسبة اللي تفضلت بها، يدخلون عن طريق التهريب ويعني ويعملون. هنا أكو شيء لازم نتذكر. نعم. إذا العراقي يتعين، يعني ممكن إذا كل شهر ينقص من راتبه 100 دولار أفضل من ما يجيب الأجنبي ويشغله، لكن هدول اللي الآن في الحكم يريدون أذية الشعب فقط. تمام. يريدون تدمير الشعب العراقي. نعم. يريدون تدمير اقتصاد الشعب. شكرا جزيلا سيد أبو محمد من هولندا، أشكر حضرتك للمشاركة. طبعا السؤال اللي ظل مطروح أنه ليش إحنا عندنا قطاع خاص ميت تقريبا، ما عندنا أي نشاط بالنسبة للقطاع الخاص، مجرد بعض المصالح اللي تابعة لأصحابها المتنفذين أو اللي تابعين إلى أحزاب أو زعماء الميليشيات اللي يديرون بزنس معين موجود في العراق. يعني مدى نشوف المصانع، مدى نشوف الشركات الفاعلة المفروض اللي تكون ذات فائدة إلى المجتمع العراقي، مدى نشوف مصانع مثلا تجميع السيارات على سبيل المثال، أو إنتاج المنتجات الغذائية على سبيل المثال، أو إنتاج المواد اللي يحتاجها البلد في سبيل تطوير ونمو البنية التحتية أو إعادة البناء أو غيرها من هذه الأمور. هذه المصانع اللي تنتج المواد اللي تساعد أي بلد على الاكتفاء ذاتيا دون الحاجة إلى الاستيراد، إحنا ما عندنا هاي الأمور، مصانعنا مغلقة بفعل فاعل لا يريد هذا الفاعل أنه الصناعة العراقية تتحرك في سبيل يبقى باب الاستيراد مفتوح، وهذا اللي يأزم مشكلة العمل عندنا ويزيد من جيوش العاطلين عن العمل، لأنه الدولة دوائرها ومؤسساتها خلص متخمة بالموظفين، ما تقدر تستوعب، مو بس أنهم ما يريدون، هي ما تقدر تستوعب أكثر من الموظفين. طيب وين يتوجهون؟ ماكو بديل. طيب خلينا ننتقل مشاهدينا الكرام، خلونا ننتقل إلى الموضوع الثاني عندنا في هذه الحلقة. حكومات الاحتلال المتعاقبة اللي اجت بعد 2003 تواجه اتهامات بإهمال ملف الخدمات وعدم تطوير شبكات الصرف الصحي في كافة المحافظات العراقية. هذا الموضوع يتسبب بغرق الشوارع مع أقل موجة أمطار، وهنا المواطنون في محافظة كربلاء عبروا عن غضبهم بعد غرق شوارع المحافظة والعديد من منازل المواطنين عقب موجة مطرية خفيفة. السبب هو الإهمال الحكومي وغياب المعالجات والفشل في إدارة الدولة طيلة أكثر من 20 سنة. خلونا نشوف المقاطع مشاهدينا الكرام اللي تم تداولها بشأن هذا الموضوع. نبدأ من كربلاء طبعا بهذا الملف. أشوف هذا اللي جاي يصير عندنا كل سنة، هاي صارت 3 سنوات من كمل المشروع المستشفى التركي لحد الآن هاي مشكلة. طبعا هذا مو بس أمطار، عذرا للكلمة، ومحشومين إن شاء الله. هاي مياه مجاري مخبوطة، المجاري كلها تطبع علينا، الريحة خايسة حشاكم يعني مكرم السامع. لكن القضية ما تصير، يقولون عمي هذا الوضع ويبقى على ما هو عليه، وعلى المتضرر يسكت ويقعد ببيتهم بأيام المطر. حتى هم نعرف نتوجه للقضية. إذا قالوا هيك الوضعية بنضرر يقعد، إحنا نروح نسد الشارع. هاي المواطنين. نسد الشارع مال القادسية اللي بتحوج دين اللي ذبوا مجاري علينا، ونسد الشارع مال الحي العامل اللي بلطوه وذبوا نفس الحالة علينا، وكل ما طرحنا الغردة والوضعية هذه. إلى متى يبقى الوضع هذا؟ ما حد يعرف شيء. يعني هاي المحلات كلها باكر راح كلها تبقى معزلة. إحنا متعلمين. أرزاق العالم كلها معزلة، من غير العالم عابرة وراجعة والريحة مال المجاري بدت بتفوح. شنو الوضعية الخفيفة؟ عند بطول مش بطول شوارع دبون في المناطق الثانيه ماكو. حتى شوف هذا التاري وين غط، هذا شوف هاي مسافه عمره هنا. انا هذا محلي، هذا شوف صغير وتذكرت له شيء. ايه عمر ما في يوم الثوره غرقت غير بس 2013. انا شفت برق ولا غرق المنطقه، راح عندنا كان في وقتها خلينا نسبنت غرقه هاي المنطقه. هاي الشارع ما في غرق كل مطره فلكه الثوره. هاي التقاطع، هاي التكيه يسموها التكيه،
فكت الإمام الحسين هاي هو هذا دائما هاي مشكلتنا. طبعا هاي اللقطات اللي شفتوها مشاهدينا الكرام 2024 في 2024 في الزمن اللي العالم دا يتوجه الى التطور والتقنيات الحديثة والسيارات الكهربائية والذهاب الى القمر والمريخ والتكنولوجيا الحديثة، اصبحت اساسيات الحياة مثل تبليط الشوارع والبنية التحتية والصرف الصحي، مجاري الصرف الصحي و الكهرباء، هذه أصبحت من الأبجديات. أي دولة اليوم في العالم الأمر بسيط جدا، هو تعبيد شارع والبنية التحتية اللي أسفله والبنية الفوقية الأساسيات الحياة بالنسبة لأي مواطن أو بالنسبة لأي بلد. إحنا ب 2024 بإمكانيات خرافية من المال وبإمكانيات بشرية رائعة أيضا، لكن عندنا هذا الفشل. ننتقل إلى بابل بنفس الموضوع مشاهدينا. اشتكى أهالي منطقة الإسكان في ناحية الإسكندرية التابعة إلى محافظة بابل، اشتكوا من غياب الجهد الحكومي في معالجة مياه الأمطار اللي تجمعت في الشوارع نتيجة انعدام شبكات الصرف الصحي. هذا الأمر تسبب في صعوبة تنقلهم وتعطل أعمالهم. خلونا نشوف. مطر علينا ما حد يجي يكفل، ونناشد المحافظ وناشد مسؤولين خيرين بالبلاد يكفونا هذا المي، لان ما قدرنا لا عندنا اطفال لا قدرنا نطلع برا ولا نقدر نمشي من نادي جاي، هاي مكيسين بالمايات هاي على اثر. نعم زين، هاي كل مطره هيك كل مطره هيك نعاني من عندها وما حد يجي يروح للجنه يقولون الا ما عندنا كل شيء بعد. مو العام بلطوا الشارع؟ بلطوا خذوا ما بلطوا، بلطوا نص ورا. لا بلطوا الشارع ولا هاي اخبها، ما خذوا خلونا نقرا وراح حفون ومشوا. شو تسوي لهم؟ وين ما نروح ما نقدر. الله يمشي بالمايات، ما نقدر نطلع من نادي. الله بيدانهم. الناشد المحافظ، الناشد اي واحد كان مناشده الله يخليه، الله يحفظ المحافظ الجديد. انقذنا يا محافظ الجديد، انقذنا رحمة الوالديك، انقذنا من هذا الماء. هو البلط الشارع غير سوي تصريف مياه امطار مثل خذوا هيك اشهر. هاي طبعا مجاري هاي البلوعة هنا الرئيسية. ايوه هذا المي داير ما داير باعه. تفضل يقول لك ليش تصور ليش تنشر هاي. تفضل تفضل زين. هاي شنو ذنب هالعالم؟ هاي عندهم اطفال عندهم زين. هذا طبعا مناسبه مو بس مهم مطر، حتى مال المجاري ويا مخ مغبوط. ما حد يجي يكرف لنا يا ما حد يجي. زين هاي وضعيه منطقه الاسكان في ناحيه اسكندريه في محافظه بابل. شكرا عمي ابو حميد. مشاهدينا دعونا نتابع التعليقات اللي جاءت على هذه المقاطع. رزان تقول والله تخزينا، وين الصرف؟ وين الصرف؟ وين الفلوس؟ لك ليش هيك؟ عندنا تعليق من الهلالي يقول شوارع بدون مجاري بس صبغ، اهم شيء المنظر، اهم شيء المنظر. عندنا تعليق من محمد العراقي يقول مشاريع بس للمنظر وللصور. وتعليق من باسم يقول هيك تكون الصوره عندما تحكمك شله من العصابات والمافيات، ولما تجي تنتقد وتعترض تبدأ الاتهامات توجه إلى كل شخص ينتقد ويعترض على أداء هاي الحكومات وعلى الفشل وعلى الفساد وعلى سوء إدارة الدولة، وأن المفروض هم يعفوها للأصلح والأجدر. لكن لا، أنت لما تعترض وتنتقد وتتظاهر أنت مندس وعميل وابن سفارة وجوكري وبعثي وداعشي وصدامي وهالكليشة الجاهزة والتهم الجاهزة في سبيل البطش بالناس حتى يعطون نفسهم العذر، يقتلون العالم ويسكتون الأصوات ويكممون الأفواه. هي هاي التهم لكل واحد يعترض على أداء فاشل صار له من 2003. طيب راح ننتقل إلى بقية المواضيع مشاهدينا الكرام بعد لحظات، لكن نسمع رأي السيد محمد
من امريكا. تفضل يا محمد حياك الله. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام. البطل. حياك الله. من 2003 هم ذول جايين تدمير العراق. نعم. اما هي الميزانيه العراقيه كلها لحشت الارهابي. شفت هذا المجرم اللي قتلوه؟ هذا الساعدي شو صار الفجة؟ عم هم دمروا العراق. هذا بصلاح وين راح؟ الثوره ما تتابع عليه؟ هم حتى الله ما يعترفون مو يعترفون به. يلا وين يجي خلينا ننظف المجاري مالتهم بالعمامه مالته ينظفها. هذا مزود المجاري. هم عم دمروا العراق ذول اهل العماين جو على الدبابه الامريكيه قسما بالله ما يريدون خير للعالم. حتى المعامل هم سدوها خاصه على مود ايران. المعامل معمل مال ابو غريب مال جيمر مال جيمر هم سدوا كربله. محمد سيد محمد يعني اكو مواطن من كربلاء عرضنا المقطع قبل شويه قال جملة جدا حلوة صراحة وجميلة ومعبرة عن الواقع الذي يعيشه المواطن اللي هو يبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر أن يسكت ويقعد بالبيت مو اللجوء للقضاء يسكت ويقعد بالبيت لأنه ماكو قضاء يدافع عنك ويجيب لك حقك. خلوا الناس تيأس وتستسلم لما تشوف مشكلة مجرد تصور وتوثق وتدعي رب العالمين أنه تفرج. ليش؟ لأن احنا ماكو رجال دولة قادرين على تحمل المسؤولية وإعادة بلدهم إلى الطريق الصحيح. هذا إذا كانوا يعتبرون العراق بلدهم أصلا. عزيزي أستاذ محمد هو وين أكو قضاء؟ هو قضاء نمسيس قضاء ما نمسيس إيراني بايخ زين لا نتابع الحالة الثورية إيران. نعم. من هو يا قاضي هذي يحكم بالعدالة للشعب العراقي؟ حتى ما يقولوا لأنت هذا يطقوه بالدين. عمي دولة جايين تدمير العراق على مود إيران يقولون الخزينة يطوها للحرس الثوري الإرهابي والحشد. نعم. الارهاب المجرم. نعم. هم ترى هم كلهم من الموت للشمال مضربوا الشمال هذا خاتل عندهم بالشمال دول حشاك الخنازير مال حشد ما حشد دول الارهابيين ما جماعه الارهاب يعني هسه الطيران جاي يخطفهم الامريكي. احيي الجيش الامريكي قتلوا دول الخنازير. طيب محمد 20 سنه من مجالس المحافظات والمحافظين والميزانيات الملياريه اللي قال بغداد راح تكون احسن من دبي. شنو دبي؟ زرق ورق ما تعرفه وين راح نعيم عبعوب. واللي اجى وقال انا راح احول المحافظه مالتي الى جنه والمحافظات العراقيه من سيء الى أسوأ. اسعد العيداني لما صارت بطوله الخليج غطى الفضايح بجدار اعلاني وغيرها 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 من المحاولات الترقيعيه حتى يضمون فضايحهم ويضمون ريحتهم اللي بلشت هي ازكمت الانوف. فالسؤال انه وين هذا السوداني يلزمهم الذولة والسابقين يحاسبهم تعالوا يابا انتوا استلمتوا فلوس انتوا تديرون محافظات المفروض خدمات صفر الناس دا تعترض وتنتقد تعال رجع الفلوس او ادخل الى السجن تأخذ عقوبة. ليش ما دا يسوي هاي الاجراءات؟ عمي هو السوداني وياهم مشترك وياهم صار محمد وبغداد اسوأ من الصومال اسوأ من الصومال. بغداد كان بغداد يحتوم بيها العالم كله هسه أسوأ محافظة بغداد أسوأ من الصومال قسما بالله. هم قلت لك جايين تدمير العراق هو شريكهم هذا محمد شيع الإرهابي السوداني هذا الإرهابي هو تابع لهذا إيران. عمي هم إيران هم إيران هي إيران اللي تحكم العراق مو هو إيران. عمي خمل أجي يحكم. شكرا جزيلا سيد محمد من أمريكا أشكرك للمشاركة. أحد الناشطين رصد تلكؤ عمل الشركة المنفذة لمشروع سوق العشار في محافظة البصرة. أكد هذا المواطن أو هذا الناشط أنه هذه الشركة اعتادت على الشروع في تنفيذ المشاريع من دون إكمالها، يعني شركة معروفة لها بالتاريخ السيء بالتنفيذ، ولكن بعد فترات طويلة تستمر هذه الشركة بعملها الفاشل وبأدائها. وشدد هذا الناشط والمواطن على ضرورة محاسبة الشركة وتفعيل دور الأنظمة الرقابية. هذا الكلام يوجه إلى العيداني اللي صار له بالمنصب ما أدري إيش قد اللي على أساس أنه هو انتخب بالإرادة الشعبية. وينك من أداء الشركات الفاسدة في محافظة البصرة؟ وينك من الميليشيات اللي مسيطرة على المنافذ الحدودية والموانئ؟ وينك من المخدرات اللي امتلأت بها البصرة والأمراض والأوبئة؟ أنت شنو دورك أسعد العيداني؟ شنو دورك إذا البصرة اليوم اللي هي واحدة من أغنى المحافظات العراقية هي أفقر المحافظات بالنسبة لأفقر الناس الموجودين بها؟
أكثر المواطنين تعرضا للأمراض بسبب الملوثات في البصرة. البصرة بيها المافيات والميليشيات تسرح وتمرح ومليانة مخدرات، أصلا هي معبر للمخدرات. شنو دور العيدان؟ ليش بعد باقي؟ خلونا نشوف هذا المقطع مشاهدينا الكرام من محافظة البصرة ونرجع نكمل ويا حضراتكم. قطع دقائق وامطار بسيطة وشارع الكويت والعشار بدأ يحترق مثل ما تشوفون الخمرة. هذه الشركة بالعشار المنفذة هاي تقمز شلون القنفذ منا ومنا حفار بم البروم اجى حفار بشارع الكويت اجى حفار اسمه جامع المؤمنين اجى دمر العشار كله وراح. افترض لو انت صاحب خبرة واكون بدارة مهندس مقيم محترمة كل قاطعة حفرة تعالجه وتطلع تعالج وتطلع. هذا العشار مركز المدينة واشية المدينة حتى مثل ما جاي نشوف الناس ما تقدر تمشي، يعني والله ما مطرت مطر قوي والناس ما جاي تقدر تمشي. السيد محافظ البصرة سيد مدير بلدية دارة المهندس المقيم هنا الوضع بالعشار خربان تايه. تعزمي المصور مثل ما جاي نشوف دبس دبس والله باع صور الله يرضى محمد. هاي الشركة 100,000 مرة ناشدنا عليها من المستندة منو ظهرها إيش قد مطيه كومشين هم نريد نعرف. أمس نازلوا على شركة جزاهم الله خير المسؤولين واستجابوا وبلقوا عالرمل. هاي الشركة راقبوها جاي تقمز منها ومن الناس برينك ما جاي تنظم عملها. شارع الكويت العشار الأزقة الأفرع وضع متردي تعبان. طيب صار تقريبا شهر حفروا بدون مبور وراحوا. النتيجة شنو؟ ليش تقمز؟ اربط ربط خلي عندك حتى الخير مين سولف هم يربط صالفته. بس هاي الشركة عليها من المستندة ما أدري فضروري المتابعة. هاي الشركات الممتلكة لا تطوها مشاريع. شوفوا لكم شركة رصينة وقت منها سقف زمني إذا قال لك سنة قل لا ست شهر وقتن أكو مكانات حساسة ما من المعقول تظلها ست شهر بس تحفر وظالها ماكو كل إنجاز قطرة تفيق ماكو. الناس تعبت شو بدها تسوي؟ جاي نجي نسوق نسوق طين. نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. ناشط من محافظة ذي قار انتقد الفوضى في إنجاز مشروع الأعمدة الكهربائية في حي التضحية وتساءل عن دور الجهات الرقابية في متابعة تنفيذ المشاريع اللي لا تتم وفق المعايير الصحيحة المتفق عليها. خلونا نشوف. حي التضحية طبعا هذا المشروع اللي هو تسليك وتنفيذ أعمدة كهرباء. طبعا هسه شوفوا هنا الصبة هاي تمام طبعا بهاي التحية التضحية يم الملعب هسه هذا هنا تمام. انا بدي اوصل رسالة للمهندس المقيم والمهندس الفني اللي على هذا المشروع اللي هو تجهيز وتنفيذ شبكة كهرباء جديدة اعمدة واسلاك ومحولات. هسه هذا هنا الصبة تمام راح اراويكم الصبة الثانية مالت المحولة شلون صابينها بدون قالب. ما اعرف يعني انا الحكومه المحليه من تنطل الدوائر المستفيده المهندسين المقيمين شنو شغلكم؟ المهندس الفني شنو شغلك؟ انت ابو الشركه اللي جاي تنفذ العمل ليش ما العمل مالتك يكون جاذب كل الاعمده؟ هسه انا صابه وتمام راح اراويكم المحوله شلون صابينها الثاني. هسه هاي محوله يعني بشرفك اكو واحد يصب هيجي يعني اكو واحد ينفذ مشروع هيجي يعني غير يكون هنا قالب ترتبه مثل ما هسه صورت هذا العمود القبلي هاك باوع. هذا شغل يعني بشرفكم. الى متى احنا نبقى نصور وننتقد؟ وحكيتوا يا حكومتنا المحليه الجديده اعضاء مجلس محافظه اللي 18 واحد هسه قبل محافظ واحد يقول ما لحق مستشارينا نايمين. هسه عندنا اعضاء وعندنا حكومه محليه اجت علينا غصبا علينا صح احنا رافضينها بس اجت. يا عمي تابعوا المشاريع وهاي المشاريع اللي هذا المشروع خلفي سريع تجهيز وتنفيذ أعمدة وأسلاك ومحولات منطقة حي التضحية. هذا عمل الشركات باعوا ما أعرف أنا يا هسه لحد الآن ما أدري الشركة شو اسمها والقطاع الدائرة المستفيدة كهرباء بس أنا ما أعرف يا قطاع تنفيذ مباشر الأمانة التنمية القادمة ما أعرف يا جهة اللي دعمت هذا المشروع. بس هذا الشغل بشرفكم هذا وصلوه إلى مدير كهرباء ذي قار. هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. ناشط رصد الفساد في مشروع ماء الكوفة حيث يستخدم المقاول المسؤول أنابيب التصنيع العسكري المتهالكة القديمة اللي تم تصنيعها في ثمانينيات القرن الماضي بالرغم من أن المشروع مخصص لأموال كثيرة لشراء أنابيب جديدة.
وهاي الأنابيب اللي مستخدمة الآن لا تصلح لنقل ماء الإسالة. خلونا نشوف. أنا أدري أكو هنا تأهيل مشروع الماء في الكوفة، مشروع ماء الكوفة. جيت أباوح هذني الباري أشوف زنجرات قديمات، شوف الساعات، شوف كلهم زنجر، هذا مزنجر. باوح دخت، هاي شنو هاي؟ هذني قديمات، من شو وقت ذني يعني جاي يخلوك؟ فجيت قرأت هاي الترجمة. فأخذتها صورتها هاي، صورتها طلعت وزارة الداخلية الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي، يعني هاي البواري مال التصنيع العسكري، عارفون تلاحظون هاي مال التصنيع العسكري، مال التصنيع العسكري تذكروا بزمن صدام بالثمانينات، هذا مال التصنيع العسكري جاي يستخدمهن. زين هذا المشروع اللي تأهيل مال مشروع ماء الكوفة حاليها المقاول، المقاول غير المفروض يروح يشتري من الأسواق، يروح يشتري بواري، لا هذني حكوميات، هذني بواري حكوميات وجاي يسويه المقاول، جاي تلاحظون وكلهم مزنجرات. يعني احنا هسه جاي نشرب ماي مزنجر، يعني راح يسوون التأهيل بواري قديمه، راح نشرب ماء ملوث، مياه ملوثه راح نشرب. احنا هسه جاي شوف شلون مزنجر، هذا كله مزنجر، شوف لا شوف هذا كله مزنجر، هاي من الثمانينات، هذني البواري من الثمانينات مصنوعات، هاي تصنيع العسكري وجاي يستخدموهن هسه بالجديد. شوف هاي الكارثه، هاي المصيبه، يابا يا هيئه النزاهه سولفوا لي وين انتم. زين هذا هاي كل مشروع يصير لازم يدخل فحص مختبري، لازم يدخل فحص مختبري. زين من يفحصون فحص المختبري يشوفون هذني راح يسبب انت سموم لو ما يسبب انت، ويشوفون السمك ويشوفون الحبوب مالتهم وهذني الشغلات، هذني فحوصات المختبريه ما اعرف اهل الاختصاص يعرفون بيها. يعني هذني من الثمانينات غير الفحص المختبري يصير بيهن فاشل، لان هذني قديمات ما يصير يستخدمن، لان كله مزنجر، هذا اليوم انت خليته بعد شقد، بعد 5 سنوات هذا كله يطق. طيب خلونا نتابع التعليقات مشاهدينا الكرام على هذا الموضوع. عندنا تعليق من عادل يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله على الظالمين والسراق والخونة. أمير يقول: ما الصرف صحي هذني، شلون يخلوهن ينقلن ماي إسالة ما أدري. عندنا تعليق من حيدر يقول: هاي مصيبة، هاي كارثة وعلي. ومرتضى يقول: المقاول المجهز المدير مشتركين بالفساد، الله لا يوفقهم، غير مبري الذمة، بطوننا خاست بالأمراض. طيب خلونا نسمع رأي السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حيا الله قناة الرافدين، وحيا الله أستاذ محمد، وتحياتي جمهور الكرام. أهلا وسهلا. أنا أستاذ محمد، إحنا نعرف العراق يعني بالثمانينات وبالتسعينات حسب ما اللي جاي يطلع عندك البرنامج طبعا. من البواري أو الأعمدة الكهرباء، يعني كانت عندنا شركات رصينة معروفة، يعني أعمدة الكهرباء هسه موجودة عندنا إلى بالمحافظات وبغداد، يعني مكاناتها ونصبها وهاي الكيبلات اللي يتمد عليها من الضغط العالي، ويعني نقدر نقول كل أعمدة الكهرباء اللي موجودة لحد الآن ما تهزت من عندها شعره ولا وقع عمود. هاي تحسب حسابها رئيس الوزراء او رئيس الجمهوري او المسؤول عنها. هاي المفروض يعني تخدم الشعب يعني طول ايام السنين. يعني ما ممكن ان تحفر متره او نص متره وتندفن بصبه بسيطه. هاي المفروض لها حساباتها ولها يعني الناس اللي يوقفين على العمل والمشرفين عنها. هاي مساله مصير. يعني كثير عندنا حوادث من تصير تنضرب سيارات بالأعمدة الكهرباء وهاي الأمور اللي قاعد شفناها، يعني ما ممكن أنه أعمدة الكهرباء هي تنضرب يوقعان وكل الوايرات تأذي المواطنين ونفس الوقت يعني تنقطع هاي الكيبلات. للأسف إحنا ما عندنا اهتمام، يعني اللي قاعد نشوفه من 2003 لحد الآن، يعني شلون ما نقول شربت شغلتهم كلها شربت. طيب أنا بس عندي سؤال، عندي سؤال أبو عمر، أتمنى من اللي يأيدون هاي الحكومة إذا سمعوا هذا السؤال، أنا ما أعرف حقيقة هم يعني حجتهم ضعيفة، لكن أتمنى يجاوبون على هذا السؤال.
الأخ اللي طلع بالكوفة اللي يبين الأنابيب اللي تم تصنيعها بثمانينات القرن الماضي عن طريق السواعد العراقية بهيئة التصنيع العسكري. سؤالي، هذا الزمن الماضي طبعا مو صدام اللي سواها، أبناء العراق اللي سووها. نعم. اللي سووها رجال العراق اللي بنوها. أنتوا ايش بنيتوا؟ أنتوا تصنيعكم شنو بالضبط من 2003 إلى اليوم؟ شنو الصناعات اللي قدمتوها للبلد؟ شنو المصانع اللي أنتجت المنتجات اللي بإمكانها؟ يعني مثلا احنا لو عدنا هسه هاي الدائرة أو المصنع موجود شغال، كان استفادينا من أنابيبنا الحديثة في سبيل تمرير مياه الإسالة. هم بدأ يستعينون بما مضى، ليش ما أنتجتوا إنتاج جديد؟ مصانعكم وينها؟ استاذ محمد، بالنسبه يعني ماكو داعي نعتب على الحكومه، لان عندنا هسه نشوف كثير من الطلبه وكثير ناس المجتهدين والخريجين عندنا، المفروض هذول الناس هم لهم طاقاتهم، لهم وجودهم بالمجتمع، المفروض الحكومه العراقيه تحتضنهم. ليش؟ لان هم صناع المستقبل، هم اجيال المستقبل، هم من يحبون وطنهم. بس لا لا بس يعني خليني نعم انا بس ارجع للجزئيه. زمان نعم. الشباب ورجال العراق صنعوا هاي الأنابيب اللي اليوم ذولا اللي دي حاربون. نعم. كل شيء من الزمن الماضي واجتثاث البعث والمساءلة والعدالة والتهم، يلا وين إنجازاتكم أنتوا؟ يلا أنتوا ليش ما خليتوا الناس توقف بظهركم وبصفكم وتساعدكم في البناء، في التطوير، في النمو، في النهضة؟ وين التصنيع مالتكم؟ ماكو استاذ اي تصنيع، ماكو اي معامل، ماكو اي مصانع، هم دول الناس اجوي على تدمير البلد. يعني ما عندنا فد شيء، يعني مثل هاي الانابيب اللي مدت بالثمانينات وبالقرن السبعينات، هذه انابيب لحد الان باقيه على قوتها ومتانتها. ناس شباب عراقيين اللي سووا هاي الانابيب واللي يعني طالبوها يعني من الدول المجاورة، يعني أنابيب زينة ما تنزنجر وما تتآكل. حتى طيب. اليوم عندنا يعني للعراق الفشل نشوفه، ما قاعدين نشوف إنجاز عظيم تقدمه هاي الحكومة لبنى شعبه كلها، بس نشوف المخدرات، نشوف القتل، نشوف يعني شاطرين بذني، شاطرين بإثارة الفوضى، شاطرين بتدمير البلد وبوقه، برهن مصيره للآخرين، بتعريضه دائما الى مشاكل امنيه وسياسيه واقتصاديه وعسكريه. ما يعني ما كلفوا نفسهم انه ياخذون فتره راحه من المشاكل والبوق ويشغلون ضميرهم شويه، بدل ما عقولهم شغاله بس بالسرقه ومركزه بس بالحرام، انه ينتجون شيء لهذا البلد، يتركون اثر طيب. الناس لما ينقلعون يقولون اي والله الف رحمه على والديهم سووا لنا شيء. استاذ محمد، التاريخ يسجل. هسه احنا ليش نقول بالثمانينات او بالسبعينات او بالقرون الفاتت؟ ليش؟ لانه ناس حكومه حكمه العراق، يعني ناس الها ولاها، الها حبها لوطنها. ليش كثير عندنا من بنى التحتيه ومن الخدمات اللي اسستها الحكومات السابقه قبل 2003 لحد الان باقيه ومعتمده عليها هاي الحكومه؟ لانه هاي الحكومه ما تقدر تسوي انجاز يعني صحيح، يعني طيب. مثل شركات تخص شركة سيمنز أو بعض الشركات الهندية، ما تقدر. ليش؟ عندنا الأحزاب الفاسدة هي المسيطرة وهي ما تخلي العراق أنه ينبني. شكرا أبو عمر. نعم أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. خلونا ننتقل إلى، طبعا قبل أن ننتقل، هادي العامري ونور المالكي صراحة يعني الكذب يعني يمشي بدمهم، ومو بس هم اللي يقودون المرحلة السيئة من عمر العراق سياسيا. يقول رحنا إلى اليابان، واحد يقول كوريا الجنوبية والثاني يقول اليابان، نفس الرواية. هادي العامري ونور المالكي، ما نعرف من هو منهم صاحب الرواية الأصلية، يقول رحنا إلى اليابان أو إلى كوريا، سألونا عن تجربتنا ورادوا يكتسبون من عندنا خبرة في كيفية طرد المحتل. راحوا إلى كوريا واليابان، أكثر الدول انضباطاً وتنظيماً وتطوراً وازدهاراً اقتصادياً وعمرانياً وبشرياً وتعليمياً وصحياً، حتى يرجعوننا بهالكلاوات. ما أخذوا من كوريا واليابان طرق تعبيد الشوارع، ما أخذوا طرق تطوير التعليم أو بناء المستشفيات وفق يا نظام ويا أسس ويا معايير، ما تعلموا من كوريا واليابان طريقة إدارة الدولة، طريقة تحويل جواز السفر من أسوأ جواز إلى أفضل جواز بالعالم.
لا رايحين يهمبلون على كوريا الجنوبية واليابان، وهذه إذا كانت هذه الرواية أصلا منطقية ولا صحيحة. خلونا ننتقل إلى موضوع ثاني. ناشط من محافظة البصرة رصد تبليط أحد شوارع مركز المدينة على الأتربة من دون أن يتم رفع هذه الأتربة وتزفيت الشارع، وناشد دائرة المهندس المقيم على المشروع بإيقاف هذا العمل السيء والغير مدروس. خلونا نشوف التعليق المقطع وبعدين نرجع نكمل. على التراب ماكو أي مركزية بالعمل، ماكو أي مراقبة بالعمل، المهندس المقيم ماكو ولا مسؤول واقف. عمار شنو شفت انت هسه؟ انا هاي هاي صورت صورت هذه يعني فوق التراب ومبلطين. طبعا ما سوقفوا العمل زين، قلنا لهم اطلبوا العمل لما يكسون الشارع ولا ما عندهم. شو صارت هاي؟ هذه رسالة إلى سيد محافظ البصرة وإلى أعضاء مجلس المحافظة. هذا الشارع متلكي تمام، ويجب محاسبة المهندس المقيم، وهذا يجب أن يزال. هذا ينكشف بالتبليط ومرة ثانية يتبلط، يتنظف الشارع ويتبلط. إحنا قاعدين هنا ركبة ونص، أنا وعمار الهدف. عمار شو عندك إضافة بعد؟ هو لازم ينقلع هذا الشارع بعد من وقفته سبت العمل مالتهم حسب المعلومات، وقفوا التبليط. خلي يجي اليوم مدير المشاريع بالمحافظة، خلي يجي اليوم المحافظ بنفسه ويشوف هذا التبليط. تبليط على تراب، على تراب يا ناس، والله تراب على حاله. مليارات جاي تصرف خالي بلاش. نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع ثاني، إلى محافظة المثنى، حيث ناشد أحد المواطنين من سكان منطقة البيضة ناشد بإكمال مشروع الطريق اللي يخدم منطقتهم ويعتمد عليه الكثير من الناس في تنقلهم، حيث يعانون من الوعود الحكومية الوهمية لإنجاز هذا المشروع دون أي إجراءات حقيقية ملموسة. خلونا نشوف هذا الطريق. شوفه أنا سافت ذاك التبليط، ذاك التبليط شارع رئيسي، وهنا سافت التبليط حتى مشتغل الدولة سبويس مسافته ويطلع هيك، يعني مسافته 500 متر هذا التبليط الشارع. الاساس طلع له مهندس وكشف وكامل، الاساس يشتغلونه مساحه 6 متر العرض والطول 500 متر. هذا التبليط الرئيسي، وتعرف قاريه نائيه وهذه، فالحد الان ما مبلطينه، وصار فتره يقعدون بالناس مبلطه مبلطه وكل شيء ماكو. نروي هذا الموضوع مشاهدينا وننتقل الى مقطع اخر، الى محافظه كربلاء اللي ناشد منها مواطن باعاده تاهيل شارع المدرسي، حيث تتفاقم معاناتهم وتتضرر سياراتهم نتيجة إزالة هذا الشارع وتركه من دون تبليط. خلونا نشوف. يعني احنا هذا الشارع والله العظيم تعبنا من المناشدة مالته، بالله العلي العظيم، يعني لا ستوتة لا تكتك الطبلة لا سيارة الطبلة لا، يعني هاك شوف باو باو، يعني وضعية هي هاي، والله مو وضعية كل هاك باو، الناس يعني متعذبة بهذا الشارع والله العلي العظيم. هاي هم نفسيتهم البلدية اجوا قشطوا التبليط وراحوا، ما سووا لا بلطوا ولا شيء ولا هاي، قشطوا التبليط خلونا سبيسات وراحوا. شوف السيارة، شوف هذا البزل وصلناه، يعني وضعية تخجل تخجل، يعني كربلاء صورتها غير شكل، كربلاء صورتها غير شكل. هسه راح اراويكم هذا البزل ما شارع المدرسي، شوفوا هاي الخيسة مالته، هاي الخيسة مال شارع المدرسي، هاي الخيسة مال شارع المدرسي باويع. هذا البزيل ما بي اظل حتى 300 متر 300 متر ما بي يربط الحولي مال ابو مهدي المهندس قنطرة السلام، وهم مو كلها. شوف هذا من هناك بدايته وهاي هناك، هذا الشارع باويع، وهاي تبعد عن الامام تقريبا 3 كيلوات. خلونا نتابع التعليقات سريعا مشاهدينا الكرام. أبو حسين يقول لماذا هذا الإهمال؟ معقول المحافظ ما شايفه لو المدير ما البلديات؟ أبو ريتاج يقول والله تعبنا من المناشدة، شارع ما بي كيلو صار لعشرين سنة يواعدون وماكو فعل. تعليق من رافد يقول مصيبة والله العظيم، وين ميزانياتكم؟ وعندنا تعليق من علي يقول والله ملينا من هالشارع، عمي بلطوه وكل شيء ما نريد والله، بس خلي نخلص من الحفر. ننتقل مشاهدينا إلى فقرة الإنفوغرافيك. أجمعت أوساط سياسية وشعبية
ناقمة على العملية السياسية في العراق ومخرجاتها، على أن اختيار ذات الوجوه المتهمة بالفساد لشغل مناصب المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ما هي إلا عملية إعادة تدوير للفاسدين والفساد من دون اكتراث للمزاج الشعبي الرافض للمحاصصة الطائفية. ووصفت الأوساط الشعبية والسياسية تصدر بعض الشخصيات المتهمة بأنها فاسدة إشارة سلبية على تكريس المحسوبية والمال السياسي كمنطلق للوصول إلى المناصب بعيدا عن اختيار التكنوقراط من أهل الاختصاص. المزيد من التفاصيل في الانفوغرافيك اللي يعد قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. تناحر سياسي في مجالس المحافظات يقوده الإطار التنسيقي مقابل تيارات وأحزاب أخرى ضمن العملية السياسية في العراق خدمة لمصالحه لا لخدمة العراقيين، التزاما بمبدأ المحاصصة الطائفية التي جاء بها الاحتلال الأمريكي بعد عام 2003. وجوه تتكرر وأخرى تتبدل لنفس أحزاب العملية السياسية تماما كما حصل في مسرحية اختيار حكومة السودان تنفيذا لرغبة قيادات الإطار التنسيقي وميليشياته، ما أجج خلافات بين القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات على اختيار المناصب، كما هو الحال بالنسبة للأحزاب والميليشيات المنتمية للإطار التنسيقي بعد أن دب الخلاف فيما بينها في أكثر من محافظة. محافظات حسم الإطار التنسيقي أمرها باختيار محافظيها ورؤساء المجالس فيها بألاعيب مارسها لبسط نفوذه عليها، ومحافظات أخرى تنتظر البت في أمرها وفقا لما سيؤول إليه اتفاق المحاصصة الذي ينقم منه العراقيون وسط رفض أوساط سياسية وشعبية لاختيار ذات الوجوه المتهمة بالفساد لشغل مناصب المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات. وجوه لعبت المحسوبية والمال السياسي دورا في تصدرها كمنطلق للوصول إلى المناصب بعيدا عن اختيار التكنوقراط من أهل الاختصاص، في مخالفة واضحة للدستور والقانون الذي وضعته أحزاب العملية السياسية نفسها، لتبقى المحاصصة الطائفية اللاعب المؤثر والرئيس على القرار السياسي في العراق. مجالس تحولت إلى بؤر إضافية للفساد ونهب المال العام في ظل ميزانيات ضخمة ترصد لتنمية المناطق دون أن يلمس لها أثر في تحسين البنى التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، والتي تتراوح بين التردي في بعض المناطق والانعدام التام في مناطق أخرى. صاركم 18 سنة مدري 30 سنة بالحكومة وشوارع ما بلطوهين. بهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.